حلو اللي مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتي بتشوفي فيه الفيديو بتاعي. حطي لي لايك للفيديو ده واشتركي في قناتي لو اول مره تشوفيني. فيديو النهارده هبدا معاكم بريفيو عن اللوشن ده للشعر بتاع فيرست فوك. الماركه دي يا جماعه والبراند ده بصراحه انا اول مره اجربه، يعني براند غريب جدا بالنسبه لي، مش عارفه اصلا طلع امتى او كده. انا فجاه لقيت ليه عروض كتير قوي في الصيدليات، في منه سيرم وفي منه زيت وكده، في منه حاجات كتير قوي وسعره رخيص جدا. اللوشن ده كان اقل من 100 جنيه. بصوا المكونات بتاعته: بايوتين، بنسينول، زيت الكاستور، مش عارفه ده زيت ايه، ده زيت بذور القمح، كافيين، زيت زيتون، وفي كمان فوقكم المركبات دي، في زيت ارجان، زيت جوجوبا، خلاصه الكافيار، خلاصه الجينسينج، كرياتين. الجينسينج ده مكون قوي جدا جدا لإطالة الشعر. هوريهولكم من جوه. انا كده بقالي يومين بالظبط بستخدمه، طبعا النتيجة مش هتبان دلوقتي خالص خالص، بس حبيت اقولكوا عليه لو حد عايز يجيبه ويجربه معايا. في نفس الوقت الكمية بتاعته كبيرة قوي، الابليكيتور بتاعته محترمة برضو، اللي هو مش السبراي بيبخ كمية كبيرة، لا بيبخ كمية بسيطة وبتتوزع على الشعراية، فبصراحة هو عجبني جدا. الباكج بتاعته برضو حلوة قوي، وبرضو سعره مناسب ومتوافر في كل الصيدليات. وحاليا عشان عروض البلاك فرايداي فهتلاقوه في صيدليات كتير جدا، وده مش اعلان صدقوني، انا كل ما بجرب برودكت باجي اقول لكم. يعني لحد دلوقتي عجبني ان هو ماي ماي كده، حلو قوي لفروة الشعر الدهنية، يعني مش اللي هو زيتي او تقيل وكده، وريحته حلو. يعني ده اللي لاحظته كده في اول يومين. الافكت طبعا عمره ما هيبان غير بعد 3 شهور، فطبعا اول ما اخد انطباع عنه اول حاجه هقولها لكم انتوا طبعا على اليوتيوب، بعد كده بقى بقول في كل ابلكيشن. يعني جماعه من الحاجات اللي مش مقاطعه هو كرم الشام، حبيت طبعا ان انا اجربه بعد حوارات المقاطعه دي واشوفه حلو ولا لا، وبصراحه هو الجوده بتاعته ممتازه اصلا من زمان بجد، المفروض اكون وكيله الاعلانات بتاعتهم بجد. بصوا يا جماعه بجد البطاطس اللي جايه متبله جدا، الوجبه كبيره قوي بالنسبه للسعر، طعم كل حاجه حلوه ومظبوطه على الشعرايه، ولا مالح ولا عادب، كل حاجه بجد مظبوطه والكميات تحفه جدا، انا بحبهم جدا بصراحه. طلعت القهوه البلاك بتاعتي وفتحت كده رساله بولس الرسول الى اهل روميا، وشغلت ابونا داود لمعي افضل وقت في اليوم. يا سلام على الهدوء النفسي، وايزابيلا كمان نايمه. افسر بقى الرساله كده براحتي، ومفيش احلى من الصلاه والقرب من ربنا يا جماعه، راحه نفسيه ما بعدها راحه والله العظيم. اكتر الحاجات اللي الصلاه بتعملها سواء انتي مسيحيه مسلمه يهوديه اي ديانه موجوده، من الحاجات الحلوه لفوائد الصلاه او الصلاه بتعمل فيكي ايه، احساس بالرضا بكل حاجه عندك جدا، بتحبي الحاجات اللي عندك جدا. تاني حاجة الهدوء والسكون النفسي، عارفين الدوشة اللي بتكون جوانا طول اليوم، انا اول ما بصلي الحاجة دي يا جماعة بجد بتروح، انا بحس براحة نفسية جديدة جدا، القرب من ربنا حلوة قوي يا جماعة بجد. يعني خلي ربنا في حياتك دايما، ادعي دايما، صلي كتير، الحاجات دي حلوة قوي 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 يعني، وان شاء الله ربنا. طلبت مني السبراي القوي اللي استخدمته في عيون البوتاجاز، هو ده قوي جدا، بس العيب في عيون البوتاجاز بتاعتي انا، هي اللي مش على ما يرام بجد، هي مش اصليه وكده. زي ما فهمتكم قبل كده وانا بشتري البوتاجاز قالوا لنا بشتروا عيون وحملات، مش عارفه حملات حمول حوامل حوامل البوتاجاز، عشان دي برضو مش احسن حوامل يعني وكده، فانا سايباها عادي عشان انا باذن الله ناوي اغير البوتاجاز. تمام، بس ده شكل السبراي، مش انا اللي كنت جايباه بصراحه، فمش عارفه بيتجاب منين. لما جينا الشقه وكده اللي كانوا بيوضبوا الشقه والسباكين وكده فجابوه معاهم وسابوهولي، في كميه كبيره قوي، ريحته مش الطف حاجه، بس مع الاستانلس خطير، مش البوتاجاز بس، اي حاجه استانلس فاهمين، تحفه بصراحه. بقى متبقي من الوجبه بتاعت كرم الشام وكده، هما بيعملوا العيش الخاص بيهم، العيش المره دي يعني مش فريش قوي، نشوف كده من هنا سيبه بره عشان لو حد هياكله، عشان ده مش هينفع يتشال عشان هو اصلا مش طازه. يعني هو على حسب ما فهمت في بنوته بتقول لي الكاندي بتاعتك منين، هو ايه ده بقى، ايزابيلا عكساها. تمام ماشي، المهم انها سليمه مش مكسوره من ايزابيلا، خرابي عليا وعلى سنين السودة. ما علينا، الكاندي دي يا جماعه انا جايباها تمام،
بقالي فوق مثلا قولوا 2019 جايباها انا، فوق 4 سنين جايباها من بداية ما انا قلت يا جهاز. فحاليا هتسأليني جايباها منين، اقسم بالله ما عارفة المكان. دول كده يعني الطفاية دي تمام، وده بتاعت المناديل جايباهم من المنشية في محل هناك بيبيع حاجات حلوة قوي قوي في البداية كده تمام، بتاع انتيكات وحاجات تركي وكده، بس كنت جايباها برضو 2019 2020 حاجة زي كده فاهمين. آه لطيفة قوي قوي برضو يعني حلوين جدا. انما اللي بتاعت الكاند دي بصراحة لا مش عارفة يعني، ومش عارفة برضو اللي كانت بتسأل كانت بتسأل بتاعت الكاند دي ولا قصدها على الكحك دي، بتاعت الكحك دي لو دي فانا جايباها برضو من المنشية. يا جماعة المنشية ده منبع حاجات الاسكندرانية اصلا، هاخد ده احطه في مكانه عشان كنت بصور وانت نص القطتين دول بمناسبة ان انا رايحة شرم راجع لكم. شرم الشيخ دايما يعني بفتكرها لما بشوف القطتين دول، ان انا جايباهم من هناك عشان كل ما ابص لهم بفتكر لما لمستهم وانا في المكان فاهمين، مرتبطين بذكريات شهر العسل بتاعي بصراحة. فسيبوهم هناك كده وريهم بقى ايه الاحفادي، اقول لهم دول كنت جايباهم في شهر العسل حلوين قوي. في منها الكبيرة بجد شيك، بس انا حبيت النون، انا بحب اي حاجة تكون حجمها صغير فاهمين، تبقى اشيك كده وكيوتة كده واحلى فاهمين. بس بجد عسل، هو ده كان اله المصريين، انا مش جايباه كاله ولا اي حاجة يا جماعة، مش بعبد الصنم انا، بس شكلهم حلو قوي وكيوت جدا يعني. صباح الفل او مساء الفل. دلوقتي يا جماعة انا جعانة جدا 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 طبعا يعني، قلت بقى هعمل بطاطس مسلوقة وكوسايه اهي مسلوقة لسه ما اتسلقتش طبعا، هسلقها يعني، والجزرايه دي برضو هسلقها. في بقى من الوجبه بتاعت كرم الشام اللي هو المخلل ده، هصفيه كده من الميه بتاعته. في ناس بتحب ميه المخلل بس دي مضره قوي، كميه املاح رهيبه. وتبقى الصوص ده، والمكون بقى الرئيسي بتاع الوجبه، سوري على الصوت الدوشه ايزابيلا خربت الدنيا بره، الكرنبيت دلشس بجد قمر. هخلص بقى كده يعني، انا قلت كده اعمل خضار مسلوق جنب الكرنبيت يبقى خضار صحي بقى كله كده، ودول المكونين الضارين هنا، بما ان انا لسه واكله وجبه مضره للغايه يعني. مش عارفه اقول لكم ايه، هو مرون قال لي انا هدخل اريح في اوضه النوم ساعتين. إيه اللي هو عمله ده؟ ايه يا حبيبي اللي انت عملته ده؟ ايه يا بابا ايه ده؟ ده ساعتين دول ده بجد ايه ده؟ ايه اللي عينيا شايفاه؟ دي غلطتي ان انا لسه ما طبقتش الميلاد بتاعت اوضه الاطفال غصب عني يا جماعه، الواحد مكسح يا جدعان، هطبقهم دلوقتي عشان خلاص شكلهم وحش قوي على السرير. في تو تي شيرتس ام لمرون برضو، البنطلون بتاعي رايحه الكنيسه بكره انا عشان اتناول وكده، فهلبسه بكره. خليني بس اشيل دول كده وارتب السرير وابقى اجي لكم يعني. خلصت السرير زي ما انتم شايفين، وطبقت كده الملايات التطبيقه بتاعتهم من ساعه ما اتجوزت يا جماعه، وانا بعمل نفس التطبيقه دي انا ما غيرتهاش، وده مديني احساس بالنظافه، احساس بالترتيب، احساس بالراحه النفسيه. بس اروح عشان نكون متفقين كل حاجه تمام جدا جدا، طول ما انت منظمه هيكون عندك اللي هو ايه، عايزه تعملي الحاجه، عايزه تفرشي ملايه جديده، طول ما هي متنظمه وجميله كده هتطلعي وتفرشي كده يعني. مش بغير ملاية اوضه النوم بقالي تقريبا شهر، لاني انا ما بقعدش فيها، والمفرش ده مفروش. فبصوا الملاية اصلا يا جماعه جديده لانج، اصلا دي ملاية جديده ما فرشتهاش قبل كده، فراح احطهم كده في دولاب اوضه الاطفال. البرفيوم بتاع الجانجل دي اسوأ برفيوم في ماي واي، من ابشع 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 البرفيوم اللي انت ممكن تجربيها في حياتك، بجد ريحتها بشعه جدا. بكره اليوم اللي مروان بيحط فيه البرفيوم دي. بصوا ايزابيلا بينما انا اتحدث هي بتحاول تشد المفرش ده وتوقع لي كل حاجه، بجد الموضوع كارثه يا جماعه، الاطفال دول كارثه. بصوا بصوا بصوا، مش عايزه اقول لكم هي لابسه ايه دلوقتي. هنا بقى يا جماعه الفيلم بتاع زماج كان شغال، طبعا انتوا عارفينه الميجالدون جماعه، بجد مرعب جدا. فكره ان كان فيه بجد سمكه الميج بجد، فالفكره ذات نفسها كده مرعبه. كنت بتفرج عليه ومرون كده كان راجع ما اشتغلش، فجاب لي كده فطيره بالسكر من عند حلواني كده تحتينا، وسو ايزابيلا طبعا وحجازيه كده، فكان طعمهم تحفه بصراحه جدا 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 يعني. الفل، انا صحيت لقيت ماما جايبه لي دول كده وسايبهم لي على السفره،
جايبه الجيلي ده لايزابيلا، هو جيلي بالكاستر، ايزابيلا بتحبه. والله ايزابيلا بغزاله، مش عارفه بتحبي ايه وما بتحبش ايه، بس ما علينا، ده حلو قوي، انا بحب طعمه اصلا يعني. وجايبه كده زبادي لايت دانون، بصراحه كان نفسي فيها بقالي فتره. ودي كمان، بس دي مش ليا، دي لاختي، عشان اختي ايه هتيجي دلوقتي. دي المراي اللي مش عارف يا جماعة، انا اختي معظم الوقت بتكون عندي، لان مروان بينزل شغله 3 الفجر، فانا ببيت لوحدي وكده، فبخاف هي بتجي. العصير ده مش ليا طبعا، ماما جايبه لي ايزابيلا، ماما بتدلع ست هانم ايزابيلا على قد ما تقدر. ده كده يا جماعة كيس النسكافيه بتاعي. بصوا اهو، دي مرق الدجاج كنور. جماعة كنور معانا، عشان بس محدش يقول لي لا دي مقطعة، مش هي كنور معانا، عشان تكونوا عارفين. ماجي هي اللي مش معانا، ماجي هي المستوردة، انما كنور دي معانا. تعالوا نحطها، عشان عايزة اتكلم معاك كده في كام حاجة بصراحة، عشان هي مش مفهومة لبعض الناس. بس مرقة الدجاج بتاعتي هنا، بحب كده العبوة دي. ايه يا جماعة ده بيض يعني، مالكوا فيه؟ اهو حطهم هنا كده. مرقة الدجاج دي بتبقى رهيبة مع لسان عصفور، والله قريبة مع الرز، يا ربي مع اي حاجة. نقفل كده. بصوا بقى، كنت من الفيديو اللي فات بقول لكم الارباح ومش عارفة ايه والدنيا قليلة، تعالوا. ففي حد قال لي لازم تفعلي الاعلانات على الفيديوهات، ما انا طبعا مفعلة الاعلانات، وبالتالي في ارباح. مفيش اصلا ارباح من غير اعلانات يا جماعة، انا مفعلة، بس قصدي ان الفيوز على الفيديوز قليلة، فبالتالي الارباح قليلة، انتوا فاهمين قصدي ايه؟ يلا. في حد صحى هنا، انا ملبسه تيشيرت مختلفه عن البنطلون، لان هي بوظت التيشيرت بتاع البنطلون ده، بوظت بنطلون التيشيرت ده، فاهمين قصدي ايه؟ تبقى بقى لعبه بلا ميه، فاهمين؟ طبعا الاطفال مش محتاجه ان انا اشرح لكم، فاهمين قصدي ايه؟ الحمد لله على اي ربح يجيلي، بس الارباح قليله جدا بالنسبه للمجهود اللي انا ببذله يا جماعه. من كده رجع من الشغل وجاب لي معاه العصير بتاع سانتوب، بجد بحبه جدا، خاصه البرتقال منه برضو اللي بتوت منه حلو، بس هو عصير مغذي جدا ومفيد جدا، وانا بصراحه بحبه جدا جدا جدا. المهم بقى، اخدت كده ايه كيسه من منظم الاكياس، وقلت اغير الباسكت كده بتاع اوضه الاطفال اللي هي اوضه المعيشه بالنسبه لنا. ومرون طبعا كان جايب لي كده كبده، قلت بقى هعمله. حطيت كده شويه زيت وبدات ان انا احط الكبده، هي جايه متحبشه وجايب التومه بتاعتها وبكل حاجه، انا بس خدتها كده وبدات ان انا اقلب فيها زي ما انتم شايفين كده. والمره دي عملتها احلى من اي مره عملتها قبل كده، الواحد برضو يا جماعه بيكتسب خبرات كل ما يطول في الجواز. قطعت بقى جنبها طماطميتين كده صغننين، وسخنت عيش وكلناها كده، الحمد لله شبعنا، وبصراحه كان طعمها لذيذ جدا. دي حاجات ماي واي هكلمكم عنها دلوقتي، وهنشوف كل حاجه مع بعضينا. المهم بقى ايه، كان عندي شوية مواعين كده كان عايزين يترصوا، غسلت كده صفاية المواعين، وبدأت ان انا اخد المنظف او السبراي بتاع الرخامات. هو ده عادي ان انتي تنضفي بيه الحمامات اي حاجة، انا بستخدمه للرخامات عادي جدا، ببدأ اشيل كل حاجة كده من على الرخامة. انا لو ما صورتش معاكم المقطع ده اعرف ان انا كده كده بعمل الموضوع ده كل يوم، بس انا حبيت ان انا اشارك معاكم الموضوع ده كده النهاردة. تمام، بشيل كل حاجة كده، ببدأ أرش، بعد كده بمسح بمساحة الزجاج. دي عملية جدا جدا في التنظيف، وبصراحة لذيذة جدا ومسهلة عليا التلميع جدا. المهم بقى، رجعت كده كل حاجة في الأماكن بتاعتها، والدنيا بقت فاضية عندي وبقت زي الفل. تمام، بصوا يا جماعة، النظافة دي بجد مفيش أحسن منها، هي اللي هتخليك تحسي براحة نفسية مش طبيعية. برضو الجهة التانية كده خدتها وبدأت أفضي كل اللي عليها ورش كده، وبعد كده بدأت برضو أن أنا أخد بمنظف الزجاج ده او المساحه الميني مساحه الصغنونه دي. تمام، بغض النظر عن المواعين اللي في الحوض، فمش مهم، هنعمل نفسنا ان احنا مش شايفين المواعين مش بتخلص، لا دي بتتكاثر يا جدعان. خدت بقى كل حاجه كده قلت ارجعها في الاماكن بتاعتها، وبدات بقى كده ايه اكنس المطبخ، بس ما جبتش معاكو، شلت السجاده بتاعه المطبخ حطيتها في كيسه كده عشان خاطر دي خلاص هتتغسل. تمام، تتغسل في غساله مامتي. اخدت كده بقى ايه ستاره المطبخ، وبدأت ان انا عايز اغيرها عشان دي بقالها كده شهرين وخلاص جابت اخرها.
هنا بقى فرشت كده الستارة الجديدة، وأي حاجة مغسولة وجديدة يا جماعة بتديني إحساس بالتفاول والأمل. بصوا بقى إيزابيلا متعلمة لي خصلة كده، كل شوية تطلع الهدوم بتاعتها كلها من الدولاب وتبدأ إنها تلعب بيهم، وده بصراحة مش حاجة لطيفة، ولو ما عملتش كده بتقعد تزن وتعيط. ساعات بقاوم وبخليها تزن بس خلاص من كتر الوش دماغي دي بتكون خلاص بتنفجر. انا هنا المفروض نازله الكنيسه، فقلت بقى يا اما هلبسها الصلبة دي يا اما هلبسها ترنج كده جديد لسه ماما كانت جايبه لها. بصوا مطلعه لي الشوزات بتاعتها وحطهم لي وعايزه تلبسهم هما الاثنين. صعب قوي في السن ده تشرحي للاطفال ان اللي انتوا بتعملوه ده يا حبايب قلبي ما ينفعش، مش هيستوعبوا. المهم كده خدت الجالي بالكاستر ده وبدات ان انا افتحه لها كده عشان اكلها. بصوا ما بتصبرش، غرزت المعلقه فيه وعايزه تاكله لوحدها، وده جيلي هي مش هتعرف تاكله لوحدها يا جدعان. بس هو العند بتاع الاطفال وخلاص. انا بقى خلاص شربت كوبايه قهوه لان دماغي بجد كانت هتنفجر. النسكافيه ما عملش حاجه. مساء الفل، ايزابيلا نامت بعد، والله العظيم يا جماعه كميه زن رهيبه، نامت بعد معافره. عارفين معافره؟ انا عافر وهي تعافر، في الاخر هي نامت بس نامت بعد ما قضت عليا حرفيا يعني. المهم تعالى اوريكم البرودكت دول جبتهم من عن ماي واي. بس يا جماعة أول حاجة معايا الكريم ده، إصدار جديد من عند ماي واي اسمه ماي جلو، ماشي؟ ده فيس وايتنينج كريم، كريم كده لتفتيح البشرة، يعني المفروض ان هو زي ستورفيل. سعر 21 جنيه بس. بصوا هو بفيتامين سي وبالأربيوتن وبالبانسينول. ده انا جايباه لمامتي بس طبعا انا اول ما اعرف رايها عنه هاجي اقول لكم على طول، اقول لكم حلو ووحش، عمل معاها ايه الدنيا كده، فاهمين يعني؟ هكلمكم عنه اكيد. تاني حاجه الديودرنت ده من ماي واي، من سبيرينج، ده بالليمون، ده بالليمون يا جماعه، تمام؟ اول مره بصراحه اجرب ريحه الليمون، يا رب تطلع حلوه. بعشقه جدا، بجيب منه دايما، بحبه بحبه بحبه، ده جايلي جفت مع الحاجه، تمام؟ طيب بعد كده جبت سلكشن مور. سلكشن طبعا انتوا عارفينها، نازل منها اللاين الجديد ده بتاع سلكشن مور، ريحته خطيرة قوي 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 بجد، ريحته تحفة جدا، كميته حلوة، سعره 80 جنيه، تمام؟ بجد ألاجة ألاجة ألاجة، ريحته مميزة جدا. أنا بحب سلكشن بس طبعا أنا عايزة أجرب لمرون حاجات جديدة مجربتهاش قبل كده في الروايح اللي عمالة تنزل وكده، فبصراحه يعني حبيت ان انا اجيب له ده. في ريحه اسمها ستورم كده ما حبيتهاش قوي، في كام ريحه بجد بيبقوا خطيرين جدا ببدل له فيهم. وجبت المرون كمان الديودرنت ده من ماي واي، بس ده بريحه اكسبلوشن، ريحته برضو خطيره قوي. انا جايبه له سنيشيال فحبيت ان انا اغير له كده واجيب له اكسبلوشن المره دي، بحب دايما تغيير في الروائح، ما بحبش الثبات على الريحه ابدا، بزهق بسرعه. بصوا كده ده شكلهم. وكمان في كريم للايد بالفراوله، بس نسيت مع بنت عمتي، ان شاء الله لما تجيبولي هبقى افرجه لكم، تمام؟ بصوا بقى حاجه ايزابيلا لو فاكرينها، الباكج اللي كنت جايبها لها كلها مبارد ومش عارفه ايه وكده، لقيت فيها المقص ده، وانا كنت محتاجه مقص اقص بيه اطراف شعري وكده، فقلت اخده القص الاطراف كده بدل ما اشتري واحد، وهو توفير يعني، اعتبر ان انا اشتريت واحد وبس كده. حلوين، اتمنى الفيديو بتاعي لحد هنا يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة طبعا لو اول مرة تشوفوني. بس استنى اوريكم. صح انا دلوقتي نازلة الكنيسة كمان شوية يعني اهو، فطلعت كده التي شيرت ده اهو، ده عادي تي شيرت نزول، هو نص كم كده، كنت جايباه ساعة الحمل فتحس ان هو عريض جدا، لان انا مقاسي في الحمل يا جماعة كان للأسف من 2X large لX large، يعني دي مش medium، دي ده ام كده عادي، بس ده كان 2X large. بص شكله عامل ازاي، ضخم جدا. هو دلوقتي طبعا واسع عليا، انا مقاسي بعد ما ولدت الحمد لله بقى لارج، طبعا انا عايزه اكون ميديم، يعني انا نفسي اكون ميديم، يعني هو ده التارجت اللي انا عايزه احققه ان شاء الله في السنه الجديده، لان السنه دي خالص كانت يا جماعه بالنسبه لي مده شمله، فعايزة ارجع مقاساتي زي الاول. بس الحمد لله انا بدأت ان انا البس لبسي اللي كان يعني مش داخل فيا خالص، والبنطلون ده اللي هو البانس ده الاسود طلعته برضو، ده يا جماعة بجد بتاع الخروجات السريعة، بتاع النزولات السريعة اللي زي كده، بحبه جدا ومريح، وجبت منه لونين وفرجتكم عليه فطلعتهم كده عشان البسهم. يلا باي، واستنوا بقى الفلوج الجديد.